يقول: منذ أن كان عمري 12 سنة وأنا أمارس العادة السرية، وكنت أمارسها ولم أعلم عنها لمدة 2 سنة و6 أشهر، وأنا الآن صار لي 3 سنوات أحاول أتركها ولا أستطيع، فلماذا الله ابتلاني؟ إيش حق تدخلها؟ أنت اللي سويتها، هو شيك سبحانه وتعالى تتهم الله تعالى، أنت اللي اخترت هذا الطريق، فقضية تجعل الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي جرك إلى الله. ما يأمر بالمعصية سبحانه وتعالى، الله لا يأمر إلا بالطاعة، الله لا يأمر إلا بالخير سبحانه وتعالى، لكن الله تركك وما تشاء، فمن شاء فليوم من شاء فليكفر. أنت اخترت هذا الطريق، بس هذا ليس كفرا، يعني بعد واحد يفهمه غلط. أنت اخترت هذا الطريق، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقوى، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. فالله تبارك وضح لك الطرق وبين لك هذا حلال وهذا حلال. كونك أنت كنت جاهلا لم تتعلم بسبب تقصير والديك لم يعلماك، أو المدرسة لم تعلمك، أو أخوك الكبير لم يعلمك، أو أنت لم تتعلم ولم تحرص، لا تتهم الله تبارك وتعالى بأنه هو المذنب سبحانه وتعالى في هذا الأمر والعياذ بالله. لا، أنت المذنب، أنت المقصر، ولكن اسأل الله أن يتوب عليك، وحاول واجتهد على نفسك أنك يعني تترك هذه العادة. والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا كان الإنسان صادقا مع الله تبارك وتعالى وقصد التوبة، فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه.